تونس 3000 سنة حضارة. إيه في محل رجوم سنور، أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا في عدد جديد من الموعد اليومي مع جولتنا في التاريخ والحضارة، المدن، المعالم والشخصيات، لأنها الثالوث هو اللي يشكل مختلف مكونات الحضارات اللي تعدت بها بلادنا. دكتور محمد حسين فانتر، مساء النور. أهلا وسهلا بك وبالمستمعات والمستمعين والمشاهدات والمشاهدين. كل عادة نذكركم على شان يوتيوب الإيفام تي في، تنجموا تلقاو كل الحلقات وكيكا تكون عندكم فكرة كاملة، لأنه احنا نقدموا برنامجنا دكتور على شكل سلسلات، والسلسلة اللي احنا فيها حاليا تهزنا إلى جوهرة الساحة، اللي حكينا على التسميات، على ظروف التأسيس، ونوصلوا إلى سوسة. احنا حكينا على جوستين وتسميات القديمة، وفترة فترات بما أن سوسة تعدت عليها برشا حضارات وصلت إلى الحضارة العربية الإسلامية اللي بنحكيوا عليها إن شاء الله في لقاياتنا. سوسة المحروسة، يعني في ما عرفش أنا كنت وفقني في برشا كتابات وبرشا كقراءات وين نلقى سوسة يزيدوا عليها المحروسة، ما نعرفش علاش الواقع خطهم وقع خلط في تسمية مدينة سوسة، ما نعرفوش بالضبط وقتاش. لا شك أن التسمية هذه مع الفتح أو مع الغزو العربي، ولكن وقتاش بالضبط ما نعرفش، أنا شخصيا ما نعرفش، وما نظنش كان هم وثيقة تمكننا من ضبط التاريخ بصفة منها واضحة. المهم أن في النصوص العربية ما عرفت إلا سوسة، ما استعملتش اسم آخر. النصوص العربية القديمة والحديثة من حتى من قبل البكري وقبل الإدريسي يسميوها سوسة. بقى هناك من كما نقولوا احنا باللغة الدارجة نقولوا تبزنط من بيزنطة تبزنط وقال هذه راهي كلمة إغريقية سوسة إغريقية تعني المحروسة. أيوة جاية من فعل إغريقي يعني من حماية، يعني الحماية والحرس. وقالوا هذه سوسة لأن في ليبيا منطقة الشرقية عندهم مدينة سوسة لكن هاكي بيزنطية ثابت. ليش ثابت؟ أن الوثائق تقول أنه لها لقبوها بالمحروسة قرب مدينة قورينا في المنطقة متاع قورينا. وهالخلط هذايا مولات خاصة عند الباحثين المهتمين بالموضوع منها ولات الأمور غير مفهومة. لكن احنا الواقع علاش شخصيا ومش أنا وحدي فهمت إشارات أنه أيضا هناك مدينة سوس في المغرب. لا تنجيك الحديث مش نجيب في مهمة فعلا سوسة. بل من نوصل للسوس أما هناك سويس قرية قريب السوسة ولا حي من أحياء سوسة. ثم عندنا قبيلة السواسي. إذن هالموضوع هذا يهزنا إلى البحث عن اسم أو تفسير محلي بربري أمازيغي كما يقال اليوم. لكن ما نعرفوش بالضبط شنو يعني الاسم هذا. أنا شخصيا ما نعرفش شنو يعني الاسم هذا. لكن يعني تاريخين ولا سؤال دكتور، يعني انتم كدارسين وباحثين في التاريخ كي تلقاو اسم نلقاو في برشا بلايس ربما مع تغييرات بسيطه دي ميوتاسيون ولا دي يعني سوسة سويس سويسي، يلزم تاريخيا يكون بيناتهم رابط؟ ما تنجمش تكون صدفه. هو حتى شيء ما هو صدفه. بقى فما شيء نعرفوه وشيء ما نعرفوش شيء. اللي ما نعرفوش نقولوا صدفه. هو لا حتى شيء موجود ما موجود صدفة. لكل شيء إذا فكرت أسبابه فليس بدون قرع يفتح الباب. دونك هذا على المستوى المحلي. خلنا نخرج شوية. هذا التشابه في الأسامي بين سوسة سوسة في ليبيا فما سوسة يعني حتى في بعض قلنا سوسة معروفة إغريقية فوالا لا شك في ذلك. فما بعض التسميات تقول إنه كان اسمه أبولونيا سابقا هناك ما ألقاب لما المدن أحياناً تسيب الاسم وتخلي اللقب.
ولا الصفة، صفة هو اعتزاز بها المحروسة ولا المحروسة. أما هي ما نفس المدينة كانت تابعة لمدينة قورينا، نحن برشا ناس ربما ما يعرفوهاش. قورينا هي كانت مدينة كبيرة برشا، وحدثنا وذكرناها مرارا مع ما كانت في خصام طيلة أجيال مع قرطاج على الحدود، قضية الحدود. تعرف أن الشيء قلقني في هذا كل دكتور محمد حسين فانتر، أنه هذا تشابه في الأسماء وهذا الترابط التاريخي وهذه الأصول الموحدة مع بعض الاختلافات بعد في العادات والتقاليد، وكل بلاد تخون فس وكل بلاد تتفوح بسكانها ومختلف الحضارات اللي تلاقحت عليها، وعلى مستوى المغرب العربي لأنه سوسة في ليبيا، سوسة في تونس، سوس في المغرب، فهم شيء يعني وين ما لها أحب أقول. أنت ذكرت حاجة خارقة العادة وهي وحدة المغرب الكبير، من السرت الكبير بتاع ليبيا إلى المحيط الأطلسي في المغرب. وحدة، فما وحدة ثقافية واضحة تعبر عليها الأسماء الجغرافية التي تلقاها، تلقى مثلا مدينة منها تطاوين في تونس وتطوان في المغرب، وتلقى تينجا في تونس وطانجا في المغرب. هذا كل يجعلنا نؤمن بأن هناك وحدة ثقافية لا شك فيها، ووحدة تنغمس جذورها في أعمق أعماق البلاد، أرضنا الكبيرة. بغير شك البلاد كبيرة برشا، وسياسيا قد يعصر منها بشي إنسان نجم وقتها يحكم فيها. وحتى اليوم، حتى اليوم، وكان إذا كان مش نفكروا في ونوصلوا إلى فكرة اتحاد، اتحاد معناها وحدة بلاد كامل، واحدة دولة واحدة وحكام واحد، منها تنم تكون فيدرالية أو كونفدرالية. هذا ومن زمان نحن ممكن الفكرة هذه اليوم، هذا ممكن كونفدرالية، منها كل كيف سويسرا توا كونفدرالية، ولا كيف الولايات المتحدة فيدرالية. تاريخيا كانت هالدول هذه وأنه برنامجنا بالأساس تاريخي ونلوجه في تاريخ قبل، كانت هذه الدول موحدة تحت شعار دولة واحدة؟ لا ما كانتش، وربما إمكانيات قبل أقل من الإمكانيات متوفرة اليوم. واليوم وحتى رغم الإمكانيات يصعب برشا باش منها تفكر في منها بلاد دولة تمتد منها من السرت إلى المحيط الأطلسي. بقى فكرة الكونفدرالية أو الفيدرالية معقولة ومحبذة. في وسط هذا، في انتظار هالحلم هذا، ربما ما تعرفش الأجيال الجاية ربما تحضر عليه، لكن في الأثناء فما تعاون ثقافي، فما تسهيل لمهم. يعني أنت اليوم دكتور محمد حسين فانتر مهتم بنوع من عندك كتابات في إطار معين، وتعرف أنه ممكن هالكتابات تحملك إلى بحوث في دولة مغاربية شقيقة. هل هناك تسهيل لهذه المهمات الثقافية؟ هل هناك تعاون فعلي على مستوى إعادة كتابة التاريخ وصياغة التاريخ؟ فماش والمؤسف نقول لك أنا في رأي، هذا رأي الخاص، أنه السهر على بناء الأطر لفكرة الاتحاد المغاربي، منها قعدوا مربوطين بالسياسة، وكان ربما من الأجدى أن نمر بمراحل، نبدأ بمرحلة كما نقولوا احنا التعاون في مستوى العلمي الجامعي اللغوي، وشيئا حتى نكون رواحنا، نهيئ رواحنا لفكرة الوحدة السياسية أو التعاون السياسي الحقيقي. احنا عملنا حتى شيء، نعطيك مثال بسيط. احنا نتحدث على مدينة سوسة والسوس في المغرب وتطاوين وتطوان وتينجا إلى غير ذلك، لكن احنا مراش ما عملنا حتى أي شيء باش نحقق. مثلا شنو نحقق مشروع مثلا اقترحه شخصيا، هو موسوعة الأعلام الجغرافية في المغرب الكبير. احنا نراه هناك وحدة، هناك نفس الأسماء، أزمور تلقاها في الجزائر، تلقاها في المغرب، تلقاها في ليبيا، تلقاها في تونس. إذن هل الأسماء هذه هم كل البلدان تعمل معاجم للأعلام الجغرافية، الأطلس ما يسمى تقريبا سورت ليكسيك دي نون، فوالا
الاعلام للنوم جيوغرافي، يعني انا اتلس جيوغرافيك محدد لمنطقة المغرب العربي. هذا ما تدعو ليه اليوم محمد حسين فانتر؟ انا شخصيا اقترح واقترحته في كثير من المناسبات في محاضرات او في غيرها، انه على الاقل نبداو بما يمكن ان ننجزوه من غير ما نمسوا النظم السياسية ولا ندخل في السياسة. انا تو كيف ما نقولوا كيف ما عندي مؤسسة منها الاتحاد المغاربي وعنده كيف ما نقولوا احنا هيكل موجود في المغرب، علاش ما يهتمش بالموضوع التي ما تمسش من النظم، ما تقلقش السياسيين، بل تبدا تعمل هيئة المجتمع باش يتعاون مع بعضه، جيو الجامعات المغاربية فهمت، ونتحدوا نعملوا من الليبيين يقوموا بمعجم في مخص ليبيا، احنا نقوموا بمعجم في تونس بمخص الاسماء الاعلام الجغرافية في تونس، وكذلك في الجزائر وكذلك في المغرب، ثم نوحد امورنا مع بعضنا، وتكون ربما تمرين على ان نعيش مع ان نعمل ان ننجز مشاريع معا بدون ان نمس اي شخصيه او اي ذاتيه، وحتى وين تهيئ الامور بشويه بشويه. وحتى الاتحاد الاوروبي كان مر تكون بمراحل، بدا دوغول وايدنهاور منها بشيء بسيط، ثم شيئا فشيئا تكونت الفكره وتعاملت الناس. وربما ايضا انا شخصيا الواقع انتقد نوعا ما ايضا الجامعيين اللي ما عبروش عن 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 رغبتهم في مثل هذه الاعمال المغاربيه الكبرى، ما غشك على ان تكون تحت سقف وباعانه الدول منها، خاطر ما نجموش الجامعيين وحدهم، لازم الدول نتاعهم تكون تقبل المشروع وتعاونهم. فمثلا احنا تو هنا وصلنا ل دي شيء كبير برشا، مشكلة الاستشارة. أنا شخصيا رأى على الجامعيين فرصة كبيرة برشا الآن بالنسبة لتونس، فرصة كبيرة باش الجامعيين وبيت الحكمة وغيرها من المؤسسات العلمية والثقافية باش تعبر على إيش تحب. هذا ما هوش حرام باش يقول الإنسان إيش نحب ويقولوا بصراحة ووضوح، وكان حتى غدوة ما يقولوش بك ما تكلمش فوق الربوة. واضح. يعطيك صحة دكتور محمد حسين فانتر، هاي الفكرة جت اليوم مقترح من الدكتور، معجم جغرافي للتسميات يجمع بين هذه المدن، وعلش بعد المعجم ما تكونش توأمة، نلقاو توأمة بين هالمدن اللي تحمل نفس الأسامي والمناطق تحمل نفس الأسامي في مختلف دول المغرب العربي. غدوة جولتنا باش تكون في سوسة المحروسة بتفاصيل مختلف الحضارات اللي تلات عليها انطلاقا من الفينيقيين وصولا إلى الحضارة العربية. نتلقى إن شاء الله في حلقة قادمة من 3000 سنة حضارة، ديما على EFM أحلى راديو. تونس 3000 سنة حضارة.